مع السيودو كإطار وطني لمدة 4 سنوات لأربع مواسم، وكذلك يكون هو المشرف التقني ديال النادي بصفة عامة. الأهداف المسطرة مع السي مودو هناك باش أولا باش يكون هناك بناء فريق أول قوي، فريق تنافسي الذي قد هو إن شاء الله الموسم المقبل انه باش يكون في المراكز الاولى. لماذا لا؟ احنا نجحنا البطوله باش ان يكون عندنا مشاركات حاليه وعربيه وخارجيه. الفريق الاول احنا ما جيناش مشروع فيه الفريق الاول، فيه كذلك مركز التكوين اللي هو بغينا ان شاء الله باش هاد نفعلوه هاد السنه، باش يكون هناك اطر جديد باش نكونوا اجيال صاعده اللي نقدروا نستافدوا فيها في الفريق الاول. ولا ننسى كذلك المدرسه ديال نادي مدير المجديه اللي ان شاء الله غادي تفتح التسجيلات ديالها. اذا من بين الاهداف المسطره مع المدرب الجديد لفريق مولوديه وجده، اولا اعاده الفريق الى ويعني الصعود به الى مصاف الانديه الكبيره. قال لك يلعب على المستوى القاري، على المستوى العربي، يعني لعبته هو منافسات خارجيه، هذه وحده. الاكاديميه كذلك يخدموا عليها، المدرسه ديال الفريق، يعني في المجمل فهناك زائد ما ننساوش بانه عقد ديال 4 سنين، عقد اللي فيه 4 سنوات بين مولوديه وجده والمدرب عبد السلام وادو اللي يعني تياخذ الفريق واول تجربه ليه في البطوله الوطنيه. باين بانه كاين هناك مشروع مزيان، هذا الشيء مزيان نسمعوا هذا الشيء، كنفرحوا ملي كنسمعوا هذا الشيء. وهي كانت التجارب السابقه اللي عشناها يعني ما فيهاش هذا الشيء السي بكاري، ولكن مزيان. حنا نبقاو مع هذا ليكزومبل ديال مولوديه وجده، كيفاش كتشوف بعد المجيء ديال عبد السلام وادو لمولوديه وجده؟ السلام وادو يعني كلاعب لعب على اعلى مستوى، لعب في البطوله الفرنسيه، لعب في مجموعه من البطولات على المنتخب الوطني المغربي، تجربة كيفاش كتشوفها مع المجموعة؟ اول حاجة نتكلموا على وادو اللي يقدر يعطي واحد تجربة اخرى في البطولة المغربية، لاعب لي تراكم في عنده تجربة على الصعيد الاحترافي، لاعب اللي عنده يعني عنده امكانيات كبيرة باش انه يخلي فريق المدير وجية في حلة جيدة. فنتمنى لانه في هذه التجربه ديالو الاولى في البطوله المغربيه في القسم الوطني الاول يعني تكون ناجحه مع المدير وجديه، خاصه فريق المدير وجديه هذا الموسم فانها الرتبه الخامسه مع المدرب بن شيخه. يعني اذا الموسم المقبل فخص فريق المدير وجديه يكون احسن من هذا الموسم، فالتجربه ما غاديش تكون سهله. ولكن كيف سمعنا الرئيس الفريق محمد هوار اللي انه العقد ديال 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 مع عبد السلام وادو هي مده 4 سنوات، يعني هذا شيء تعطي بانه كاين صبر على المدرب في تكوين فريق يعني مستقبلي، يعني في واحد 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 الحله اللي تكون احترافيه بطريقه جيده، يعني كل موسم انه يدافع على الفوز ببطوله، وكذلك المشاركه في كاس العربيه او في كاس القاريه تكون مشرفه كيف دار نهضر البركانيه. يمكن هادو هما النقاط اللي تكلم على الرئيس مع الاداره التقنيه الجديده. تنتمنى له التوفيق لعبد السلام وادو يعني الدخول ديالو للبطوله المغربيه، يعني يعطينا واحد هذيك التجربه اللي تراكمه في الاحتراف يعني يمكن يعطيها يعني اضافه في البطوله المغربيه. بالاضافه ما نساوش التجربه اللي كانت عنده مع جمال بالماضي على المنتخب الجزائري، مساعد بين قوسين، يعني كان خدم معهم واحد نوع من التجربه، يعني كاول بدايه بالنسبه للمدرب في البطوله الوطنيه. طبيعه الحال خدا ديبلومات ديالو، الشواهد ديالو على اعلى مستوى. اش كتفضل تبدا مع فريق في البطوله برو، تبدا في الدوزيام ديفيزيون؟ شفنا ليكزومبل ديال وليد الركراكي اللي كان عندنا. بالفعل يعني وادو يمكن انه يبدا في البطوله برو، يعني عنده تجربه احترافيه، يعني عنده امكانيات انه قادر بانه يعطي اضافه في القسم الوطني الاول. نتمنوا احنا اللي تنتمنوا ان وادو كيف قلتي وجبتي وليد الركراكي
اللي كان منشط البطولة بشكل جيد مع فريق الفتح الرباطي. كل موسم تنشوف فريق الفتح الرباطي يتحسن تتحسن يعني بموسم موسم، وكان عنده مشاركات خارجية كان أحسن، وشفنا أنه في الدوري القطري مشى وفاز مع الدحيل بالبطولة ديال الدوري القطري. يعني هذه كلها تجربة ديال فوادو هو الآخر، يعني اللاعب اللي يمكن عنده تجربة في الدوري الفرنسي بشكل كبير، يعني واحد مدة طويلة، يعني يمكن انه الاشتغال ديالو في البطولة برو، يعني نتمنى انه تكون اضافة فارق اخر من الدوري القسم الوطني الاول. كنتمنى له كامل التوفيق. غنستمعوا لعبد السلام وادو مدرب فريق مولودية وجدة، وهو تيهضر على لي بروجي ديالو مع الفريق ديال مولودية وجدة. شرف لي نجي ندرب فريق بقيمة مولودية وجدة. بغيت أولا نشكر الرئيس على الثقة ديالو، المسؤولين ديال الفريق، السلطات ديال المدينة والجمهور والمشجعين على الترحيب ديالهم. شرف لي ندرب هذا الفريق من بعد الخدمة اللي دار سي بن شيخة، تحدي مهم يخلاني نرحب بفكرة تدريب المولودية الوجدية. هي الرغبة ديال الرئيس باش يكون فريق ممتاز على الأمد البعيد. على الأمد البعيد يمكن نوصلون حطوا العلامة ديال مولودية وجدة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي. هذا المشروع متركز على المشروع الرياضي باش نواصل على الخدمة الممتازة اللي داروها المدربين اللي قبل مني، كابن شيخة كركاش وكل المدربين اللي دازوا من مولودية وجدة. غادي نبداو مع طاقم تقني عنده كفاءة كبيرة واللي اختاريته بناء على الكفاءة والقيم الإنسانية. نبداو من آخر نقطة قال عبد السلام وادو، وأنه الستاف ديالو اختاروا بناء على الكفاءة والقيم الإنسانية. طبيعة الحال القيم الإنسانية فأكيد تيهضر على المعقول، يعني ناس معقولين وهذا شيء مزيان، والكفاءة لأنه جاب ستاف ديالو، الناس اللي غادي تعاونوا، الناس اللي غادي تكون معاه. كنتمنوا له كامل التوفيق. قال نقطة أخرى واللي هو مشروع طويل الأمد، تنهضروا على 4 سنين، إذا مشروع طويل الأمد احنا دائما نصفق بحال هاد المشاريع. غير هو دائما نفس السؤال، يعني واش عندنا في البطولة ديالنا، واش دائما هذيك الحكايات اللي كتبدأ ديال مشروع طاولة الأمد كتنتهي؟ احنا بغينا هاد التجربة ديال السلام وادو مع مولودية وجدة تكمل وتكمل زوينة، ويكون على الأقل هاد 4 سنين دوز. ولكن التجارب السي بكاري علمتنا، يعني في استثناء الفتح الرباطي اللي كيبقى نادي اللي يعني من غير الفتح الرباطي، يعني واش هناك فعلا مشروع طويل الأمد؟ شوف هو مشروع طويل الأمد معاه حتى النتائج، ما يمكنش يكون واحد مشروع طويل الأمد وما فيش نتائج. خاصها تكون نتائج، يعني واخا كاين مشروع كاين تيبان لك تغيير، تيبان لك انه الهيكله ديال الفريق تغيرات، يعني عناصر جديده، يعني تيبان لك واحد العناصر شابه، يعني خاصها تنتظرها الوقت، يعني ولكن كاينه خاصها تكون نتائج، لانه ما يمكنش انه تكون واحد الفريق مثلا في مده 4 سنوات عاد يعطيك هذاك اللي في خوي ديالو كيف تنقولوا النتائج ديالو، ولكن خص ان تكون الفريق ولكن بالنتائج. هذه هي لانه اليوم كاين جمهور، لانه ما ينساش بانه كاين واحد الجمهور، لما كانتش النتائج ايجابيه راه يمكن يكون الضغط ديال الجمهور على المكتب الموسيقي.